الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن اللور بارد الفنكيت، ودي سبب عضلة الانفيريور روبيكيلاي ماسل ان بيحصل لها كونتراكشن وبتبان مع الضحكة الرينكلز دي، والعضلة دي بعمل لها انهيبيشن بالبوتوكس عشان اعالج الرينكلز دي، وتبان مع علاجها ان العين كأنها وسعت اكتر. طيب ايه هي الانديكيشنز لحقن البوتوكس في العضلة دي؟ اول انديكيشن اللور ايليد رينكلز زي ما قلنا. تاني حاجة اني ادي للعين زي شكل مدور، اعمل راوندنج للاي شيب واوسع شوية ديستنس ما بين الابر واللور ايليد. كمان اللور ايليد ماسل بولج اللي هي بنسميها جيلي رول دي برضو تعتبر انديكيشن لحقن البوتوكس في العضلة دي اللي هي الانفيريور اوربيكيلاريز اوكيلان. طيب ايه بقى الكونترا انديكيشنز اني احقن بوتوكس في العضلة دي؟ اول حاجة الكونترا انديكيشنز الجنرال اللي احنا قلناها في الانترودكشن اللي ما ينفعش احقن معاهم بوتوكس. تاني حاجة ان ما ينفعش احقن بوتوكس لو في سيفير لور ايليد درماتوكاليزز او سكين لاكستي، وبرضو لو في اي باكس، ولو السناب تيست النورمال، وهنفهم بعد شوية ايه التيست ده ونعمله ازاي. كمان من الكونترا انديكيشنز لو في اكتروبيان. يعني ايه اكتروبيان؟ يعني ايفيرجن للايليد مارجن. كمان لو في لاجو سانوس، وده معناها الانكمبليت كلوجر للايليدز. من برضو الكونترا انديكيشنز لحقن البوتوكس في العضله دي الاكسسيف لور ايليد سكليرال شو. مهم جدا توخي الحذر مع الحالات اللي عملت جراحه قبل كده في اللور ايليد زي بليفر بلاستي، او الحالات اللي عملت لور ايليد ريسيرفسنج اجريسيف زي الاكسسيف لور ايليد ريسيرفسنج بالابليتيف ليزر او بالديب كيميكال بيل. نيجي بقى للاناتومي اللي يخص الموضوع بتاع النهارده. اول حاجه لازم نفهمها ان الرينكلز دي بتكون نازله انفيريورلي اند لاترالي اوي من اللور ايليد. احيانا بيكون معاها لور ايليد ماسل بولج زي اللي واضح قدامنا في الصوره وبنسميه جيلي رول، والرينكلز دي ممكن تزيد بعد حقن البوتوكس للكراوز فيت. طيب ايه هي الماسل التارجتد؟ الماسل المسؤوله هي عضله الاوربيكيولارز اوكيلاي البريسبتال بارت بتاعها. الاوربيكيولارز اوكيلاي ماسل بيكون ليها جزئين، اوربيتال بارت وبالبيبرال بارت. الاوربيتال بارت بيكون حوالين العين، والبالبيبرال بارت بيكون على العين كوفرينج الاي. البالبيبرال بارت بيكون بيتكون من تو جروبس اوف فايبرز، اول حاجه اسمها البريسبتال فايبرز، وتاني حاجه اسمها البريتارسال فايبرز. البريسبتال فايبرز دي بتعدي قدام الاوربيتال سيبتم، اما البريتارسال فايبرز دي هي اللي بتكون الايليدز. طيب يبقى دلوقتي الكونتراكشن بتاع مجموعه العضلات دي هو اللي ليه علاقه باللور ايليد رينكلز. اول حاجه الفايبرز بتاعه البريسبتال بورشن اوف اوربيكيولارز اوكيلاي ميديال للميد بيبيلاري لاين، والفايبرز بتاعه البريسبتال بورشن اوف اوربيكيولارز اوكيلاي اللي لاترال للميد بيبيلاري لاين. كمان الليب ليفيتور زي زيجوماتيكس ميجور زي الليفيتور ليبياي سوبيريورز. كمان اللور ايليد ماسل بولج بيكون بسبب الكونتراكشن اوف بالبيبرال بورشن اوف اوربيكيولارز اوكيلاي ماسل. طيب دلوقتي انا جاي لي عيان وعايزه اعمل له اسسمنت، هركز على ايه وانا بعمل اسسمنت للور ايليد رينكلز؟ اول حاجه زي ما قلنا هنسال على الفيشل سيرجيكال هيستوري، نسال اذا كان عمل قبل كده بليفربلاستي، عمل سكين ريسيرفسنج بابليتيف ليزر او ديب كيميكال بيل للور ايليد، نسال لو كان عمل ليزك قبل كده عشان ده بيزود الريسك اوف دراي اي. تاني حاجه هنشوف الرينكلز دي هل هي دايناميك ولا ستاتيك، يعني هل هي ثابتة طول الوقت ولا بتظهر مع الضحكة بس. برضو اللور ايليد ماسل بولج ممكن نشوفها مع الحركة بتاعت العضلة، ودي بتقل مع حقن البوتوكس في اللور ايليد وتوسع العين وتديها شكل مدور. تاني حاجة مهمة جدا السكين لاكستي، ان انا اشوف هل السكين اللي تحت اللور ايليد لاكس قوي بشكل اوبفيوس، لان لو هو اوبفيوس سكين لاكستي هنا بيكون البوتوكس ممنوع لانه ممكن يزود المشكله. والحالات اللي بيكون عندها obvious skin laxity تحت اللور ايليد دول بيحتاجوا لجراحه مش لبوتوكس. كمان الالاستيستي بتاعت اللور ايليدز مهم جدا ان اعرفها بتست اسمه السناب تيست. السناب تيست ده بيتعمل ازاي؟ ده بيتعمل باني امسك الجلد بتاع المنطقه اللي تحت العين بشده جنتلي واسيب، لو رجع على طول ده النورمال، وساعتها بقدر اني احقن بوتوكس. لو تأخر في انه يرجع اكتر من 3 ثواني ده abnormal وممنوع اني احقن بوتوكس. كمان مهم جدا انا بعمل assessment اني اشوف لو في lower eye bags او infraorbital fistons
ده دي بتكون عبارة عن soft tissue balls بشوفها at rest. طيب هي الاي باجز دي بتحصل ازاي؟ المفروض ان الاوربيتال سيبتم هو اللي بيعمل ريتيننج للانفرا اوربيتال فات بيد، ومع السن السيبتم ده بيضعف فبيحصل بولجنج للفات لبره. والمفروض برضو ان الاوربيكولاريز اوكيولاي ماسل هي اللي بتعمل سبورت للانفيرير اوربيتال سيبتم، فبرضو لما بضعفها بالبوتوكس ده ممكن يزود المشكله. فعشان كده ممنوع ان البوتوكس في الناس اللي عندهم اي بيجز. برضو غير السناب تيست ممكن ارفع الجلد بتاع الخد لفوق من تحت لفوق، لو لقيت ان اللون اللي تحت العين اتحسن يبقى ده كده العيانة بتكون محتاجة فيلر مش بوتوكس. كمان من الحاجات المهمة اللي بشوفها في الاسسمنت السكليرال شو. ايه السكليرال شو ده؟ هي السكليرا اللي هي المسافة ما بين الايرس واللور ايلند، وهو الواحد باصص لقدام بيبص عليها لو اكتر من 2 ملي ده كده كونترا انديكيشن اني احقن بوتوكس في اللور ايلند. كمان مهم جدا في الاسسمنت ان اشوف العينة عندها لاجو في سانوس ولا لا. بنطلب من العينة ان هي تغمض عينها وهي رافعة عينها لفوق، ودي صورة عيانة عندها لاجو في سانوس بعد بليفيروبلاستي، ودي كونترا انديكيشن للبوتوكس في اللور ايلند. طيب انا ايه هدف الحقن بالنسبه يعني لحقن البوتوكس في منطقه اللور ايلاندز؟ الهدف هنا اني اعمل بارشل انهبيشن للانفيرير اوربيكولاريز اوكيولاي. طيب دلوقتي انا هبدا اشتغل الحاله. اول حاجه هديها توبيكال انستيزيا لمده نص ساعه، وهحضر البوتوكس بتاعي زي ما شرحنا قبل كده. محتاجه اني اسحب 4 شرط صغيرين يعني 4 يونتس اوف بوتوكس. هنضف مكان السايت اوف انجكشن بشاشه بكحول. لو العيانة رموشها طويلة بخليها تغمض عينها وهي مصة لفوق. كمان ممكن احتاج اوبليك لايتنينج لان المنطقة دي بيكون فيها ميني تايني فينز. احدد البوينتس بتاعتي اللي لو حقنت سوبيريور ليها ممكن اضرب البري تارسل اوربيكولاريز اوكيولاي ماسل، وبيزيد ساعتها الريسك اوف اكتروبيان اند ليج اوف سالموس. عشان احدد البوينتس بتاعتي بحدد الميد بيبيلوري لاين واللاترال كانسل لاين. اول نقطه بتكون عند الميد بيبيلوري لاين، بنزل من عنده نص سنتي تحت اللور ايليد وهي الماسل اتريست والعينه مغمضه. بخلي الابره متجهه ميديالي اند بارالل تو ذا سكين، وبحقن واحده واحده من البوتوكس بخليها تعمل زي ويل. بنحقن فيري سوبرفيشال وانترادرمال وبالراحة، لأن الأوربيكولاريز أوكيولاي ماسل لازم أكون فاهمة إن هي عضلة سوبرفيشال جدا والجلد هنا بيكون رفيع قوي. ده كده بالنسبة لأول نقطة اللي هي عند الميد بيبيلوري لاين اللي هي نص سنتي تحت الميد بيبيلوري لاين. تاني نقطة اللي هي اللاترال بوينت دي بحطها في النص ميد واي ما بين النقطة الأولى واللاترال كانسل لاين، بس دي بتكون 1 سنتي تحت الليد مارجن والإبرة بتكون متجهة لتحت parallel to the skin. وهنا برضو بحقن 1 unit وبيكون برضو intradermal injection وبعمل زي ويل بس كده. بعد ما خلصت الحقن بعمل compression للأماكن اللي حقنت فيها زي ما احنا متعودين لأي مكان بنحقنه بالبوتوكس. الcompression هنا أو pressure بيكون away from the eye. الريزولت بتاعتي بعد حقن البوتوكس هي decrease في lower eyelid wrinkles وتوسيع العين، والmuscle function بترجع لطبيعتها تاني للكونتراكشن بتاعها بعد 2.5 لـ3 شهور. العينة طبعا المفروض ان هي تجيلي فولو اب بعد 2 أسبوع. بصور العينة واشوف التجاعيد اخبارها ايه. لو لقيتها لسه persistent يبقى ممكن تكون دي deep static wrinkles. وهنا الافضل اني اعمل combination للبوتوكس مع وسائل اخرى. بلاش اني ادي دوزز عالية من البوتوكس في المنطقة دي، لان المنطقة دي الدوزز العالية فيها من البوتوكس ممكن تزود الكمبليكيشنز. فاستعمل هنا احسن كومباينيشن ثيرابي زي مثلا فراكشنال ابليتيف ليزر او كيميكال بيل في حالة الديب استاتيك رينكلز. ممكن يكون السبب برضو في ان الرينكلز لسه موجودة بعد حقن البوتوكس ان يكون السبب ادريسنت ماسل انفولفمنت. يعني ايه؟ يعني ممكن في بعض الحالات يكون فيه over contraction للزيجوماتيكس او للليبيتور اللي بيعي superioris muscles بيعمل upward movement of the cheek، ودول مش هينفع معاهم البوتوكس. طيب ايه هي الكمبليكيشنز اللي ممكن تحصل لحقن البوتوكس في منطقة اللور ايلاند؟ اول حاجة الجنرال كمبليكيشنز اللي قلناها قبل كده. تاني حاجة ممكن يحصل worsening للاي بيجز، وده بيكون سبب weakness في الانفيريور orbicularis oculi muscle and or decrease في lymphatic drainage.
تالت مشكلة ممكن تحصل، أو تاني مشكلة بعد ال general وال worsening of eye bags، ال lag of sinus أو ال incomplete eye closure، وده بيكون very rare إنه يحصل. كمان ممكن يحصل decrease في ال blink reflex، كمان ممكن يحصل ectropion في ال lower eyelid، إن يحصل يعني eyelid margin eversion. الحاجات دي بتكون نادرة جدا انها تحصل، بس بتحصل لو حقنت قريب قوي من الايلند او الدوز بتاعت البوتوكس كانت عالية. وفي ستادي فعلا اتعملت بتقول ان ممكن الكتروبيان ريسك يزيد مع لاترال بوينت اوف انجكشن. عشان كده انت كمبتدئ ممكن تحقن في الميديال بوينت بس وبلاش اللاترال بوينت. كمان من المشاكل اللي ممكن تحصل من حقن البوتوكس في المنطقة دي الزيرو فثالميا او دراي اي، ودي بتكون اكستريملي رير انها تحصل، وبتكون اكتر مع العيانين اللي عاملين ليزك. عشان كده مهم جدا ان احنا نسأل عنه في الهيستوري. كمان من المشاكل ممكن تحصل الجلوب تروما، ان الدكتور نفسه هو اللي يعمل تروما للعيان بالسرنجة. كمان من المشاكل اللي ممكن تحصل من البوتوكس في المنطقة دي الابيفورا او الاكسسيف تيرينج، ده بيحصل لو حقنت البوتوكس ميديال للميد بيبيلوري لاين، وساعتها بيحصل لاكريمال ديسفانكشن. فمهم جدا 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 اني ما احقنش ميديالي خالص للميد بيبيلوري لاين. للاسف مفيش اي حلول للحاجات دي، الحاجات دي بتروح بعد ما تاثير البوتوكس يروح. ولازم طبعا اني احول لاخصائي رمد عشان ما يحصلش مشاكل في الكورنيا.